الألمان سيدخلون المنافسة وأمامهم هدف واحد وهو الفوز. السنوات الماضية لم تكن سهلة على الألمان، ومع بداية انتهاء خدمة مدربهم يواكيم لوف سيحاول الألمان أعطاء كل ما لديهم لإهداء الفوز إلى مدربهم العملاق كوداع نهائي. قليلاً ما يخطئ الألمان مرتين على التوالي، وبعد خيبة الأمل الهائلة في كأس العالم 2018 عادوا إلى العمل الجاد لكي يكونوا مستعدين حين يأتي وقت الامتحان. في هذه البطولة تواجه ألمانيا تحديات صعبة ضمن مجموعتها، حيث وضعت جنباً إلى جانب مع أبطال العالم فرنسا والبرتغال. جاءت الأفضلية لمصلحة الألمان، إذ أنهم سيلعبون مباراتهم الأولى في ملعب أليانز في ميونخ بمواجهة فرنسا، وذلك في 13 حزيران. أما بالنسبة لأعضاء الفريق، لم يواجه الألمان أي مشاكل في اختيار اللاعبين، فشكل لوف خليط من اللاعبين بين محترفين ونجوم شباب ليضمن الحصول على نتائج جيدة. اسم واحد سيسلب الأنظار إلا وهو مانويل نوير كابتن المانشاف، الذي ستعقد كل الآمال عليه لجلب الفوز باليورو بعد وقت طويل. أمام نوير فقد وضع لوف ماتس هاملز بعد تقديمه موسم جميل ليقود الخط مع أنطونيو روديغر وماتياس جينتر. أدى إعادة تشكيل الفريق في الأشهر السابقة إلى تسليط الضوء على لاعبي خط الوسط، ففي هذه البطولة كل العيون ستكون جاحظة على هؤلاء النجوم: توني كروس، جوشوا كيميتش، إلكاي غوندوغان، وليون غروتسكا. البعض سيستلمون مهمة تنسيق الهجوم واستعادة الطابة بسهولة، وللحقيقة لن يتشجع أحد بمواجهتهم في بطولات مثل هذه. يليه عودة توماس مولر للتشكيلة الوطنية، وسينضم إليه أمثال لاعبي باير كالروي ساني وسيرج نابري، إضافة إلى ثنائي تشيلسي تيمو فيرنر وكاي هافيرتز بهدف إفشال الدفاعات المضادة. وضع الألمان كل التخطيطات للفوز باللقب الأوروبي، فهل سينتهي كل هذا بالفوز؟ وهل سيختم العملاق لوف ما بدأ به ببصمة الفوز قبل أن يودعنا؟